السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق. يشاركنا بالتقديم الرائد أحمد عبد الكاظم. أهلا وسهلا دهنا. أهلا بك يا سيدي. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا تتابعون فيها. وزير الدفاع يلقي محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا. وزير الدفاع يتفقد قاطع عمليات كربلاء المقدسة. رئيس أركان الجيش يزور قاطع عمليات غرب نينوى. الأمين العام لوزارة الدفاع يقيم مأدبة إفطار جماعي لمنتسبي مكتبه. مديرية حقوق الإنسان تقيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر في العراق. مشاهدينا الكرام، من العناوين إلى التفاصيل. زار سيد وزير الدفاع جامعة الدفاع للدراسات العسكرية كلية الدفاع الوطني، وكان في استقبال سيادته رئيس الجامعة. وألقى سيد وزير محاضرته الموسومة موقع ودور وزارة الدفاع في منظومة الأمن الوطني على دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم 25، والتي بين فيها أهمية وزارة الدفاع في بناء منظومة الدفاع الوطني للبلد، وأهمية كلية الدفاع الوطني في رفد المؤسسة العسكرية بضباط أكفاء وصقل مهاراتهم العسكرية بالمهارات الأكاديمية، والتي ستسهم في دفع عجلة التقدم والتطور بالمؤسسة العسكرية. في زيارة مفاجئة للسيد وزير الدفاع، تفقد سيادته القطعات العسكرية المتواجدة في حدود الموصل. اطلع خلالها على القوة القتالية وجاهزية القطعات والتجهيزات الخاصة بأرزاق ومنام المقاتلين الأبطال. ردع هذه سيد الإسعافات الأولية. أتورني كما القطع النزيف. الأكسجين شغال؟ نعم سيدي. إن شاء الله مستمر. سويت رفعت كتاب مادة تصحيح اسم، وصار عندي كان عدة حليف بالجنسية، فرحت حالون وفتش العام، فالحمد لله حليت بالعفو. فلحد الآن من 2019 بس بودرة ما جاي تصحيح. أنت تتابع ولا احنا نتابع؟ والله سيدي أنا أتابع. لا احنا نتابع، ما أدري أنت تتابع بيدك تاخذ تليفون تبلغ تقول له صحح. الله يحفظك سيدي، رحم الله والديك، ممنون لك. الله يسلمك سيدي.
السلام عليكم. رمضان كريم. ينزلكم ونسمع منكم احتياجاتكم ووضعكم. لا تحضر الوراي لا تشوفوهم. وكانوا ما موجودين. شوفوني. احنا قطعنا عاد على نفسنا ننزل الى مستوى اخر سرية واخر فصيل بجيش العراق نزلهم ان شاء الله وابعد نقطة. نشارككم بافراحكم وان شاء الله ما تشوفون اعداء. انتم اساس وعماد الجيش. انتم تكونون في وضع مريح وتنفذون الاوامر والضغط عالي والتدريب مستمر يعني اكو جيش عراقي. من هاي النقاط نجاح احد النقاط مشعر القلب. فوضع الجندي ووضع المراتب يهمني اكثر من اي وضع اخر. عنده شيء انا جيت اسمع. اي حسين مو؟ لسه اي من 2004 لهسه جندي ما متغير. هسه الان احنا جبنا شركه بنتفاوض وياهم مجرد اقرار الموازنه طلعت لكم هويه ما حد حاملها بالدوله العراقيه. وهذا واحد من عندي. ضباطا ومراتب. هويه لا تتزور ولا ممكن عاد طبعه ولا ممكن احد يقدر يدها. وهذا وعد مني بمجرد اقرار الموازنه تحسبون شهر ان شاء الله تبلش له وياه. بارك الله فيك. سيدي بالنسبه لتصحيح الاسم. يعتبر معامله له غيرك؟ لا غيره سيدي هذا. كلنا احنا سيدي سامي. وين وين اسم الاب ولا عندنا غلط كلها النغاب الاسم. توصل للوزاره وكل شيء. يحيى. نعم سيدي. كيف الظاهره صايره؟ اي سيدي. شوف تذكرنا ليش؟ يعني اكو مش عجب تجي اتصل اسمعكم. ماكو سيد هسه انا عبد الحسين محمد ساكت صياح كاتبين مو مسوي. يعني باللقب؟ نعم سيد. وانت؟ اسم الجد اسم الرابع كاتبين مسوي. الجد والاب غلط؟ سطامي هي سكامي. هاي يمكن الامريكان غلطون على اهل الامريكان. سيدي هذول قدماء من 2004 و2006. نعم سيد. تصير اخطاء. يا ريت تليفونك. امر وزاري تشكل لجنه. يكون كل الجيش العراقي. تمام سيدي. لجنه كبيره جدا يوزعون القواطع والفرق والقيادات العمليات يطلعون عليهم يجون لهنا. فور عودتنا تتشكل لجنه. سيدي وانا قديم من 2004 سيدي لحد الان يعني انا مقبول بالترقيه سيدي لحد الان سابع. الله على ودك سيدي. اسمع سيدي هذا ابن البصره يستاهل يعني. اي سجل اسمه. شنو انت ايش عرفاه؟ سابعة برافو. اسمك؟ اسمه حسن علي كاظم محمد. اسمع سيدي انا مظلوم. اي والله سيدي انا انجاز ثلاث مرات وثلاث مجالس عندي وثلاثة ثانية يوصل للجان ويرجع ما يكتبون بيهن ايش؟ ما يعرضون على اللجان. هاي ثالث مرة انا هسه ما عندي نسبة حق سيدي اريد اعرض على اللجان ما يعرضون على اللجان. صار ثلاث مرات ثلاث مجالس سيدي موجودات عندي. هذا مجلس قديم ومجلسين بعد عندي موجودات بالطبابه سيدي وما قاعد يمشي ما اعرف شنو السالفه. ما تحتاج هذا؟ سيدي كيف؟ لا اخذه؟ اخذه سيدي. عندك نسخه منه؟ لا سيدي ما عندي نسخه. لا تنسى نسخه. سجل اسمه خليجي وهذا الخميس 5 لاخ. 5 لاخ تجي. كم واحد هذول؟ موجودين هنا. هذول 27 سيدي 30 ها؟ 30 سيدي. شكرا لكم على ركبتكم. رمضان كريم. منك سيدي. الله يديك. جيشك وابطالك يا هولي دلالك قولوا يجرالك شو تقول يصير يصير ضل راسك بارد لو غثك واحد جندو يا القائد تلقاهم عد عينا. تفقد السيد وزير الدفاع قيادة عمليات كربلاء المقدسة يرافقه كبار القادة والضباط في الوزارة للاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك
ومستوى الاستعداد القتالي والجاهزية للمقاتلين. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. ضمن الزيارات الميدانية للسيد وزير الدفاع إلى مختلف قواطع العمليات للإطلاع على مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية للمقاتلين، أجرى سيادته جولة تفقدية لمحافظة كربلاء المقدسة للوقوف على الخطط الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث عقد اجتماعا أمنيا مع قيادة العمليات ضم عددا من القيادات في المحافظة. تمت مناقشة العديد من المواضيع بحضور السيد المحافظ. تنفيذا توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتطبيقا للبرنامج الحكومي، انه تواجد السادة الوزراء في قواطع عملياتهم، ونحن كوزارة الدفاع عازمين على ان نتواجد على موقع آخر جندي في أي مكان كان، في أي قاطع كان. اليوم كان زيارتنا إلى عمليات كربلاء المقدسة وجزء من قاطع مسؤولية عمليات الأنبار، طلعنا على واقع الحال الموجود في هذه القواطع، وكذلك التقينا بالأخوة الضباط والسادة الآمرين والقادة. واليوم الآن نحن في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، كانت من حسن الصدف التقينا بالسيد محافظ كربلاء المقدسة واطلعنا على العمل الجبار الذي يجري بالمحافظة من خدمات وتقدم وأعمار. بعدها أدى مراسم زيارة مرقدي الإمام الحسين والعباس عليهما السلام، داعين المولى العزيز القدير أن يحفظ العراق العظيم وجيشه الباسل. زيارة السيد وزير الدفاع إلى قيادة عمليات كربلاء المقدسة تأتي ضمن اهتماماته بتوفير أجواء آمنة خلال المناسبات والأعياد ورفع الروح المعنوية للمقاتلين. حضر السيد رئيس أركان الجيش مؤتمر أمري ومستشاري مدفعيات قيادات العمليات والفرق في قيادة القوات البرية، حيث قدم مدير المدفعية إيجازا بكل ما يتعلق بهذا الصنف المهم والدور الكبير الذي لعبته المدفعية في دك أوكار العصابات الإرهابية وتقديم الإسناد الناري للقطاعات والخطط المستقبلية وأهم المعاضل. هذا ووجه السيد رئيس أركان الجيش الحضور بالاهتمام بالعجلات والمعدات الاختصاصية من خلال متابعة إدامتها وصيانتها باستمرار والمحافظة على ديمومتها، مؤكدا على الاهتمام بمقاتلي هذا الصنف المهم. زار السيد رئيس أركان الجيش قيادة عمليات غرب نينوى، يرافقه قائد القوات البرية وعدد من الضباط للوقوف على آخر المستجدات الأمنية وانتشار القطعات العسكرية ومتطلبات القيادة. التفاصيل مع الزميل نصير البحار.
بهدف الاطلاع على الإجراءات الأمنية المتخذة في مختلف قواطع العمليات. زار السيد رئيس أركان الجيش يرافقه قائد القوات البرية وعدد من الضباط قيادة عمليات غرب نينوى، حيث عقد سيادته اجتماعا استمع خلاله إلى شرح مفصل عن توزيع القطاعات العسكرية بما يؤمن المناطق والقرى والمنشآت الحكومية والخطط المستقبلية. وعلى هامش الزيارة، تفقد السيد رئيس أركان الجيش مقر قيادة فرقة المشاة 15 في الكسك، وقدم قائد الفرقة إجازة مفصلا حول الإجراءات الأمنية التي تؤمن قاطع المسؤولية والشريط الحدودي. بعدها أجرى جولة في أروقة القيادة مفتتحا عددا من البنايات والمنشآت التي شيدت بالجهود الذاتية. واختتم السيد رئيس الأركان جولته بزيارة تشكيلات اللواء المشاة 73 في ناحية زمار للاطلاع على أحوال المقاتلين، موجها للآمرين بتلبية احتياجاتهم كافة. لبرنامج حماة العراق، نصير البحار. أقام السيد الأمين العام لوزارة الدفاع وبحضور مدير عام الأفراد مأدبة إفطار جماعي لمنتسبي المكتب وبمشاركة عدد من الضباط والموظفين والمراتب العاملين في الدوائر والمديريات التابعة لمكتبه. وعبر سيادته عن سعادته بهذا اللقاء مع موظفي مكتبه، مشيدا بدورهم في إنجاز العمل الموكل إليهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود خدمة لهذه المؤسسة العريقة. أجرى السيد الأمين العام لوزارة الدفاع جولة تفقدية لدائرة التقاعد العسكري، التقى خلالها عددا من المراجعين في الدائرة واستمع إلى مشكلاتهم وملاحظاتهم بشأن عمل الدائرة، معبرا عن سعادته بالمقبولية التي عبر عنها المواطنون وشهادتهم بالإجراءات المتبعة في إنجاز معاملاتهم التقاعدية وغيرها من المعاملات. وخلال الزيارة استجاب سيادته إلى مناشدة أحد المراجعين، موعزا إلى المديرية العامة للأفراد بتصحيح بياناته لإنجاز معاملته التقاعدية بالسرعة الممكنة. أبطال فرقة القوات الخاصة يشاركون بواجب في المنذرية بمحافظة ديالى. المديرية العامة للاستخبارات والأمن تعثر على قدس للعتاد في بابل. فرقة المشاة 20 تنفذ تمرين الوعد الصادق. قيادات وفرق الجيش العراقي تقيم مأدبة إفطار جماعي بحضور قادة الأسلحة والعمليات والفرق. قيادة عمليات سامراء وفرقتا المشاة 16 و20 توزع السلات الغذائية على العائلات المتعففة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني ظاهر أمامكم أسفل الشاشة. اللواء الركن المتقاعد جمال خالد أجابت أمانة السر العام: يتعذر النظر بطلبك لعدم وجود سند قانوني بإلغاء حالتك على التقاعد. زوجة المتوفي العريف سوردن سمير أجابت أمانة السر العام: لا يمكن اعتبار حالة الوفاة استشهاد كونها أثناء الخدمة وليس من جرائها. رئيس عرفاء حيدر رضا هاشم أجابت الدائرة القانونية: لا يمكن إعادة محاكمتك لعدم استيفاء الشروط القانونية.
تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش، ترأس المفتش العسكري العام مؤتمر الإيجاز الخاص بفرق التفتيش التي ستنفذ التفتيش المفاجئ لوحدات وتشكيلات الجيش العراقي الخاص بالشؤون الإدارية للضباط والمراتب. التفاصيل مع الملازم أول مصطفى علي. أسوة بالمؤسسات التدريبية والوحدات التي تبدأ يومها بساحة العرض منذ الصباح الباكر، تعقد المفتشية العسكرية العامة الإيجاز الخاص بفرق التفتيش. اليوم طبعا تم إيجاز المجاميع التي ستباشر بالمهمة اللي تم تكليفنا بها من قبل السيد رئيس أركان الجيش المحترم، والخاصة بحقيقة القيام بتفتيش خاص فيما يخص موضوع السكن الدائمي والمؤقت، وكذلك قاعات المنام والمجاميع الصحية والخدمات الخاصة الإنسانية للضباط والمراتب، وكذلك فيما يخص ملف الإطعام الخاص بتغذية المراتب. وللوقوف على تفاصيل مهمة قد تساعدنا في عملية تجاوز هذه المعاضل والتحديات عند صناعة القرار أو عند القيام بتنفيذ أي خطط تخص، خاصة تلك التي تخص الجانب الإداري. ويعد هذا الإيجاز توجيها للأهداف العامة والخاصة بمجموعة من الأوامر التي تتضمن التفتيش الخاص بالسكن الدائم والمؤقت، فضلا عن قاعات المنام وملف الإطعام للمراتب. يأتي هذا بعد توجيه السيد رئيس أركان الجيش بعمل تفتيشات مفاجئة لوحدات الجيش العراقي وتقديم تقرير مفصل خلال فترة وجيزة. الملازم أول مصطفى علي، إعلام وزارة الدفاع. بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة النسوية، أقامت مديرية الاستخبارات العسكرية مأدبة إفطار في دار العطاء لرعاية المسنين في العاصمة بغداد. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز أواصر العلاقة بين الأجهزة الأمنية وكافة شرائح المجتمع. تضامن مع شريحة كبار السن الذين قدموا الكثير، وتزامنا مع أيام شهر رمضان المبارك، أقامت مديرية الاستخبارات العسكرية مأدبة إفطار في دار العطاء للمسنين في خطوة لتعزيز أواصر العلاقات بين الأجهزة الأمنية وبقية شرائح المجتمع خلال هذا الشهر الفضيل. المبادرة لاقت ارتياحاً من قبل إدارة الدار، والتي تعود بثمارها على المسنين وسط أجواء إيمانية رمضانية مباركة زرعت البسمة على وجوههم، داعين الله عز وجل أن يحفظ العراق العظيم وشعبه الصامد. نشكر الله أولاً، ثم نشكر الجهة التي قامت بهذا الواجب الآخر الإنساني والمحب للعمل الخير، مديرية الاستخبارات العسكرية المحترمة بكل أفرادها لقيامهم بهذه الخطوة المباركة، خطوة إرضاء الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ودعمنا لكوننا من الجهات التي أفنينا عمرنا أعمارنا في سبيل بناء هذا الوطن الذي أنتج هؤلاء الأولاد النخبة الممتازة التي نفتخر بها من هذا الجيل الجديد. سلام على العراق، وطن الخير والمحبة والوفاء. سلام على العراق، قاموس البطولة والتضحية والفداء. سلام على شهدائه الأبرار وناسه الأخيار وجيشه المعطاء. سلام على وطني الجميل، وهو يعيش شهر الباري الفضيل، إنه شهر رمضان المبارك. دعاء مستجاب وصيام مقبول، وسلام دائم ونعم لا تزول. صيام يليق بالبسالة والرجولة، وإفطار على مائدة النصر والبطولة. سلام على البواسل الشجعان في شهر الطاعة والرحمة والغفران. سلام في شهر رمضان. سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب،
سقى الأشجار والزرع الدفينة. رمضان مبارك. أقامت قيادة عمليات الكرخ سفرة رمضانية لجميع منتسبي القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة ومديرية مرور الكرخ بحضور قائد عمليات الكرخ وعدد من الضباط. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز روح العمل للفريق الواحد وإدامة التنسيق المستمر بين القطعات. التفاصيل مع الزميل سلام الربيعي. أبو المرور صار الفطور، تعالوا. السلام عليكم، رمضان كريم إن شاء الله. شنو رأيكم لو نفطر سوا؟ يلا توكلوا. يعني أجواء مطر وصعبة حيل، خلينا نشوف أبطال الجيش العراقي. السلام عليكم، شلونك سيادة الملازم أول؟ شلون صحتك؟ مرتاح إن شاء الله؟ رمضان كريم، الله يتقبل الطاعات. اليوم قيادة عمليات الكرخ مسوية فطور جماعي لكل القوات الأمنية، شنو رأيكم لو تجون تفطرون ويانا؟ توكل. يلا شباب. شهر رمضان كريم مبارك على الجميع، على جميع القطاعات الأمنية اللي تعمل بيمرة قيادة عمليات الكرخ، أبطال الجيش العراقي الباسي، أبطال الاتحادية، أبطال الشرطة المحلية النجدة، المرور، وكافة الرجال اللي يعملون بيمرة قيادة عمليات الكرخ. صيام مقبول إن شاء الله، والأفطار شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. اكيد يعني بعد هذا الافطار الشهي ان شاء الله كان هناك يعني تواصل حول قادم الايام والخطط الامنيه فيما يخص يعني ايام ليله القدر او ليالي القدر والعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان كريم مبارك على كافه مقاتلي الجيش العراقي الباسي وكافه منتسبي القطاعات الامنيه التي تعمل بيمره قياده عمليات الكرخ. اليوم كان فطور جماعي لكافه المنتسبين لعمليات الكرخ، الغايه منه هو تعميق الارتباط الوثيق بين كافه المنتسبين لتحقيق الغاية والمهمة لقيادة عمليات الكرخ بفرض الأمن والاستقرار من جانب الكرخ. أيضا حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع كافة القيادات التي تعمل أمورتنا والجهات المختصة، القيام برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق ورفع أغلب السيطرات. أيضا تم إعداد خطة مفصلة لتأمين الشعائر الدينية التي تقام في مناسبة ليالي القدر في كافة الجوامع والحسينات من جانب الكرخ، وتأمين كافة الأسواق استعدادا لعيد الفطر المبارك. اختتم فريق الجهد الخدمي والهندسي المتمثل بمديرية الهندسة العسكرية العمل بردم مبزل بجانب الكرخ في العاصمة بغداد بمدة قياسية لا تتجاوز الشهرين ونصف ليكون طريقا لمرور العجلات. التفاصيل مع الزميل كرار الربيعي. هذا احد المشاريع، واحنا عاهدنا اخواننا وعاهدنا دولة رئيس الوزراء انه وزارة الدفاع تبذل قصارى جهدها لغرض اعادة اعمار المناطق في الفقيرة في بغداد. تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، اختتم فريق الجهد الخدمي والهندسي المتمثل بمديرية الهندسة العسكرية التابعة لدائرة الإسناد الهندسي عملية ردم مبزل بجانب الكرخ من بغداد،
حيث جرت العملية بمدة قياسية لا تتجاوز الشهرين ونصف. تم الانتهاء العمل في ردم الشاخة 6 منطقة سويب، حيث يمتد هذا المشروع على مسافة 14 كيلومتر. يبدأ من بدأنا به احنا الحقيقة من منطقة عباس بن فرناس على شارع المطار، والآن تشوفون احنا في نهاية المنطقة، الآن تصير يسارنا علوة الرشيد واحنا في نهاية المنطقة اللي يسموها منطقة الدوانم. والآن بحمد الله وبجهود استثنائية وبتضافر الجهود للفريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، واشتركت معنا الكثير من التشكيلات الحقيقة الساندة في العمل، كان العمل الرئيسي لوزارة الدفاع، واشتركوا معنا الشرطة الاتحادية المتمثلة بمديرية الهندسة للشرطة الاتحادية، وتشكيلات وزارة النفط اللي أسندتنا بالوقود. نقدم شكرنا الجزيل لكل من ساندنا ودعمنا في هذا العمل الكبير الجبار. جهود استثنائية وعمل مستمر لمديرية الهندسة العسكرية أثمرت عن ردم المبزل الذي يبلغ طوله حوالي 14 كيلو متر، يمر بمناطق زراعية وسكنية، حيث بدأ العمل به من مدخل شارع المطار مرورا بحي الفرات ومناطق أخرى وصولا إلى منطقة الدوانم. أنجزنا اليوم مشروع آخر وهو طمر بزل بطول 14 كيلو متر، بعد أن كان تعاني منه عوائلنا من الرواح الكريهة وركود المياه الآسنة فيه، لكي يصبح طريق محوري يمتد من مطار بغداد إلى يربط طريق اليوسفية، يساهم في فك الاختناقات من مركز بغداد وبالذات حي الجهاد والغزالية وشهداء البياع. وعند اكمالنا هذا الواجب نكون مستعدين للواجبات المستقبلية التي نكلف بها من قبل الجهد الخدمي، وخاصة المناطق الزراعية ومناطق أطراف بغداد، لتقديم أفضل الخدمات. وكان المبزل يستخدم في السابق لإرواء الأراضي الزراعية، وبعد انتفاء الحاجة له تم ردمه ليكون طريق لمرور العجلات. لبرنامج حماة العراق، كرر الرويعي. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى الفقرة الرياضية، حيث عقدت الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي اجتماعها الدوري في مقر النادي لمناقشة استعداد فرقها الرياضية للاستحقاقات القادمة. كما تم تكريم فريقي كرة تنس الطاولة الحاصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى والكيكوشينكاي احتفاء بالإنجاز الذي حققه الفريقين. مشاهدينا الكرام، نستمر في الفقرة الرياضية، حيث نظمت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة بطولة الشهيد المقدم الركن علي سالم حسن لخماسي كرة القدم بمشاركة وحدات وتشكيلات الفرقة، وأسفرت منافسات البطولة عن فوز كتيبة الدبابات الخامسة بالمركز الأول. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. ضمن الفعاليات الرمضانية التي تقيمها المؤسسة العسكرية، نظمت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة بطولة الشهيد المقدم الركن علي سالم حسن الرمضانية بين الفرق الرياضية لوحدات الفرقة. الهدف من هذه البطولة تعزيز المعنويات لدى المقاتلين وبث الأجواء الرمضانية. من الفعاليات الرمضانية، قامت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة بطولة الخماسي بكرة القدم بين فرق وحدات الفرقة المدرعة التاسعة، وكان النتائج بالمرتبة الأولى كتيبة الدبابات الخامسة، وبالمرتبة الثانية اللواء المشاتي الآلي 37. تهدف هذه الفعاليات إلى خلق روح رياضية ورفع المعنويات للمقاتلين وأن يكونون جاهزين في جميع المجالات. تم اختتام البطولة الرمضانية لكرة القدم بطولة الشهيد المقدم الركن علي سالم حسن. مثل هكذا بطولات تساهم في رفع روح التنافس بين المقاتلين وبث الأجواء الرمضانية. اختتمت الفعالية بمباراة نهائية توج بها فريق كتيبة الدبابات الخامسة بكأس البطولة، وبعد نهاية المباراة كرم السيد قائد الفرقة المدرعة التاسعة الفريقين بميداليات وجوائز،
لزرع الروح الرياضية وخلق روح التنافس بين المقاتلين. عدنا في قيادة الفرقة المدرعة التاسعة أن يكون التدريب جزء أساسي للمقاتل من أجل إعداد جنود أكفاء قادرين على أداء الواجبات في أي وقت في جميع الظروف. عشنا اليوم أجواء رمضانية في رحاب قيادة الفرقة المدرعة التاسعة في ملعب القيادة، حيث كانت الروح الرياضية حاضرة في المباراة النهائية، ومن الله التوفيق. نتلقى التدريبات من مسؤول التدريب البدني في كتيبة الدبابات الخامس اللواء المدرع الخامس والثلاثون، وثمار ذلك حصلنا على بطولة الشهيد المقدم الركن علي سالم المقامة في قيادة الفرقة المدرعة التاسعة. تستمر قيادة الفرقة المدرعة التاسعة والوحدات التابعة لها بتنظيم الفعاليات الرياضية للمقاتلين كجانب من التدريب البدني ولرفع روحهم المعنوية. لإعلام وزارة الدفاع، حسين محمد. لم يكتفوا بصنع الانتصار، بل تواجدوا بين الشعب ليلا ونهار، يقدمون الخدمة الإنسانية لناسهم والوطن، ويتسارعون لمساعدة أهلهم في الكوارث والمحن، فهم بواسلنا الأخيار مع المواطنين تحت الأمطار، يمدون لهم يد العون ويساهمون في التقليل من الآثار والمخاطر، فهم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منهم كرهم في المكارم. أقامت مديرية حقوق الإنسان في الدائرة القانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في العراق ورشة العمل الموسومة دور المشاور القانوني في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. دور المشاور القانوني في تنفيذ القانون الدولي الإنساني هو عنوان الورشة التي نظمتها مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والتي حضرها المشاورون القانونيون في دوائر وأسلحة وقيادات الوزارة وعدد من الشخصيات، وذلك من أجل نشر أحكام القانون الإنساني. أقامت مديرية حقوق الإنسان إحدى تشكيلات الدائرة القانونية في وزارة الدفاع ورشة عمل موسومة بدور المشاورين القانونيين في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني. استهدفت هذه الورشة المشاورين القانونيين في دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والعمليات، بغية نشر أحكام القانون الدولي الإنساني ومراعاة تطبيقها أثناء النزاعات المسلحة، وبما يؤمن دور الوزارة في الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني. وكانت هذه الورشة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المختصون في شأن القانون الدولي الإنساني أكدوا على أهمية دور المشاور القانوني في المؤسسة العسكرية في توجيه القادة لأحكام هذا القانون. تم التركيز على المبادئ القانونية التي تحكم العمليات العسكرية. ما هي تلك المبادئ؟ من تقييد وتمييز وتناسب وضرورة عسكرية، وكذلك الجانب الإنساني، وما هو دور المشاور القانوني في تفعيل ذلك وفي إفهام القادة والآمرين على ضرورة دمج هذه المبادئ وتلك المفاهيم في أوامر الحركات وفي الخطط العسكرية وفي التدريب وفي العقيدة وفي الجانب القانوني. تنظيم مثل هذه الورش في المؤسسة العسكرية أثمر عن تعزيز دور المشاور القانوني في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني ومراعاة تطبيقه أثناء النزاعات المسلحة حفاظا على أرواح الأبرياء.
أجرى قائد فرقة المشاة السابعة جولة تفقدية في الأسواق والمحال التجارية في قضاء القائم للاطلاع على الوضع الأمني والاستقرار الذي يتمتع به القضاء. التفاصيل مع الزميل علي سامي. رمضان مبارك عليكم وعلينا أعزائي المشاهدين. يتواجد إعلام وزارة الدفاع في قضاء القائم وذلك لإجراء جولة ميدانية والاطلاع معا على ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال القوات الأمنية برفقة قائد فرقة المشاة السابعة ضمن قاطع مسؤوليته. خليكم ويانا. نطلع جولات تفقدية بالأسواق نوصي جندي الأمن والشرط الموجود وأخواننا بالحشد العشائري الحشد الشعبي أنه التعامل الجيد مع المواطنين، والدليل على استقرار الأمن بالقضاء أنه تشوف هسه حركة طبيعية بالأسواق رغم أنه الأنواء الجوية أكو أمطار والجو بارد. كذلك احنا وجهنا أنه تبقى المولات والمحلات خلال شهر رمضان لأوقات متأخرة، لكنه مشروطة بنصب كاميرات. اليوم وجهنا كل المحلات، اليوم كان مؤتمر مع الأجهزة الأمنية الأمن الوطني الاستخبارات المخابرات أنه يوجهون أهالي المحلات والمولات اللي موجودة بالقضاء بنصب الكاميرات خلال فترة مو أكثر من 3 أيام. طبيعية إن شاء الله والأمان فول إن شاء الله والحمد لله. أي ساعة ظلون فاتحين؟ والله الساعة 12 بالليل الحمد لله، هذا فضل الله وفضل قواتنا الأمنية البطلة إن شاء الله. وجه لهم رسالة لأخوتك. والله أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، ويا رب يحميهم ويحفظهم من كل شر ومكروه إن شاء الله. الوضع يعني خير من الله، ماكو عندنا اي مشكله بالتعاون او بالامن، وخصوصا الجيش يعني نرفع لهم القبعه ما شاء الله عليهم، يعني الحمد لله رب العالمين. جهود القوات الامنيه طبعا الله يعطيهم الصحه والعافيه يعني، ونسال الله ان يتم هذا الامن والامان على العراق كافه، يعني مو بس بالأنبار، بكل محافظات العراق. أعزائي المشاهدين، تابعنا وإياكم الأجواء الآمنة وروح التماسك والتكاتف ما بين القوات الأمنية والمواطنين الأعزاء. تقبلوا مني أطيب التحايا والمنى. كان معكم من قضاء القائم علي سامي، إعلام وزارة الدفاع. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء، شكرا لك رادة. شكرا لك يا سيدي. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في الأسبوع القادم في أمان الله.